روى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. التبر هو التخلي. ولو قال قائل كيف يتخلى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفاعل؟ فيقال إن كان في حياته فشيء مدرك، وإن كان بعد وفاته فإن المسلم بحاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.